اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام هواتفنا اللي تشوفوها بالاسفل. في حال ما تامن الخط تقدرون تتواصلون معنا يعني عبر تطبيق الواتساب برسالة مكتوبة حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيرة من حلقة هذا اليوم. نبدي ملفاتنا مشاهدينا الكرام، واول ملف ويانا من محافظة النجف، ونحكي بهذا الملف عن المعاناة المستمرة لطلاب المدارس العراقية من تلاميذ وتلميذات بسبب السياسات الخاطئة، بسبب الإهمال الحكومي المستمر لهذا الملف المهم، والذهاب بمستقبل الأجيال العراقية إلى الهاوية. وراح نبدأ من قضاء المشخاب. وثقلنا أحد الناشطين الحال المتردي لمدارس السؤدد والفضائل، وبين لنا شنو حجم المعاناة لأكثر من 500 طالب بظل واقع مرير، إهمال واضح تجاه المدارس الحكومية من دون أي استجابة من قبل الجهات المعنية. حتى تعرفون أنا عن شنو دا أحكي، تفرجوا. هذا الطلاب قدامكم، هذا واقع ثلاث مدارس مزوجة. المنفذة لهذه المدرسة الكرفانية البائسة اللي ما تصلح للحيوانات مع احترام الكوادر وأبنائنا المظلومين التلاميذ، سؤالنا إلى 15 عضو في مجلس المحافظة، خانوا الأمانة وخانوا اليمين. سؤالنا إلى 12 نائب، هذا اللي قدامكم. هذه مدارس المكون الأكبر اللي يتبجح فيها البعض، بعض الخونة الفاسدين اللي خانوا دينهم وضميرهم. اليوم محافظ النجف يقول عازم على إنهاء المدارس الكرفانية. تفضل يا محافظ النجف، هاي مدارسنا النموذجية في قضاء المشخاب. هذا واقع، هاي خشب طبطب، تعالوا أراويكم. هذه مدارس أطفالنا، مشكلة. ودي احكي عن قضية مهمة، لما نحكي عن المدارس انت تحكي عن مستقبل اطفال، تحكي عن مستقبل بلد، بلد لما على غفلة راح ينتهي، لانه هذول هم بنات المستقبل، ذول هم رجالات المستقبل، وذول بيهم اللي راح يطلعون نواب، وبيهم اللي راح يطلعون وزراء، وبيهم اللي راح يطلعون مسؤولين. لما نتعامل ويا هكذا نماذج مدارس كرفانية متهالكة، حيطان وسخة، بانكات مليانة تراب، شنو الرحلات ماكو، الصبورة تعبانة، راح يجيني واحد ويقول لي يا أخوي مدرسة مدرستين ثلاثة، نفس الناشط وبنفس المحافظة راح إلى مدارس ثانية وحكي عن مأساة وفضيحة مدارس الناصرة والفيحاء اللي تضم 650 طالبة يعيشون معاناة الإهمال الحكومي ومعاناة الضيم اللي موجود بداخل المدارس الكرفانية. تعالوا نشوف سوية شنو الظاهر؟ ليش نقطع الشارع؟ ليش ننزع هدومنا ونقعد بالشارع نطالب بحقوق أطفالنا؟ خلي راويكم، هاي إحدى المدارس اللي اليوم القائم مقام يقول المشخاب من أولى الأقضية والنواحي بالخدمات. خلي رد عليكم.
هاي الصفوف مغلقة واحنا نحترم. هاي الصفوف مغلقة. مغلقة وهذا قانون. هذا صف خاف دكتور مردان مدير تربية النجف ومحافظ النجف ملتهي بالمواكب ما يدري شكو. احنا نتجرأ ونطب لان هذا حقنا. اقراويكم هاي وحدة من المدارس ابنياتنا 2024 هذه وحدة من المدارس ابنياتنا هاي حتى الارضية هاي الارضية منو؟ بنت سعاد الوائلي مديرة لجنة التربية تقبل بنتك هنا داوم دكتور حيدر طارق شمخي انت عضو في لجنة التربية تقبل بنتك تداوم وتعطيها هالشيء منو؟ جواد عويس عضو لجنة التربية النيابية محافظ النجف الكامش الطخماخ وكامش الزنجير وكامش المشعل المشعل ما يأمرك بأنك تتابع حقوق الناس لا خير بي خلي يشوف وزير التربية خلي يشوفون النواب وأعضاء مجلس المحافظة خلي يشوف يوسف قناوي ورئيس كتلة عمار الحكيم هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع هذا الواقع ما يكون واحد يحكي بي اليوم تجرأت وطبيت المدرسة وأنا أتحمل كل التبعات القانونية لأن لازم نرفض هذا واقع بناتكم هذا وينه راح أرده على مود ما يسأل مدير التربية وما يسأل وزير التربية وما يسأل المحافظ أنا هنا بنص مدرسة الناصرة والفيحاء للبنات 650 طالبة أرض مهترئة وقاع مهترئة وأي لحظة بناتنا رجلهم تطب بهاي الخشب اذا لا سمح الله صار قدر بس انا اللي جذب انتباهي ببدايه الفيديو كانت اكو ثلاثيه او طابوقه العفو بوحده من الصفوف هذا صف ادري الطابوقه شنو الثقاله للصف مدرسه مال البنات الطابوقه شو تسوي بالصف هاي طابوقه جوا الصف شو تسوي تلميذه طابوقة جاي تتعلم طابوقة جاي تاخذ شهادة تتحول بلوكة مثلا شو تسوي طابوقة بنص صف بعدين المدارس الكرفانية شو وقت راح نخلص من عدها شو وقت طلابنا وطالباتنا يخلصون من هاي القضية قضية المدارس الكرفانية اللي مدى تنتهي لحد هاي اللحظة الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق كان موجودي أنا من منصة فيسبوك أمير محمد والله يا واقع مخزي وسالفة المدارس مقصودة ميثم يقول تعال ناحية القادسية شوف بعينه كارثة هنا المدارس أثير مكي الشمري ويردون الطالب ينجح ويبدع بهيج مدارس لله المشتكى كريم أبو سجاد والله المدارس الكرفانية أكبر جريمة بحق أبنائنا سجن مو مدرسة بالحر الكرفاني فور وبالشتاء يصل من البرد أحمد الفتلاوي حكومة فاشلة أبسط خدمات للشعب غير متوفرة حسبنا الله ونعم الوكيل جاسم محمد الكعبي واقع المدارس الحكومية مزري للأسف تفتقر إلى أبسط مقومات العلم والمعرفة والكل يعرف السبب وهو اللجوء والتسجيل في المدارس الأهلية للتعليم أصبح تجارة بيد البعض وهذا واقع حال يعيش العراقيين في وضع الحال الصعب يعيش العراق في وضع الحال الصعب اللي أغلب الناس تحاول توفر أبسط الوسائل لكي يتم تعليم أبنائهم بالطريقة الصحيحة التعليم في العراق نحو المجهول في ظل تنامي المدارس الأهلية والسياسة الخاطئة هاي مشكلة العراق اليوم لما نتعامل ويا قضية اسمها قضية التعليم قضية التعليم قضية مهمة لأنه إذا نهضنا بواقع التعليم وخرجنا طبيب حافظنا على أرواح الناس خرجنا مهندس بنالنا شيء محترم وفق المعايير الحقيقية حافظنا على أرواح الناس لأن ما راح توقع البيوت أو العمارات خرجنا مهندس يشتغل صح بالشوارع والطرق والجسور أيضا حافظنا على أرواح الناس خرجنا مهندس زراعي راح نفيد البلد ونزيد من الدخل العام مالته خرجنا ضابط أو شرطي
بشهادة محترمة راح يحافظ على أمن الوطن. فأنت لما تعامل ويا التعليم من الصغر بالتأكيد راح يكون المستقبل باهر. وانظر إلى حال المدارس العراقية في زمن الحكم الملكي، وطلعوا أي صورة بالإنترنت لأي مدرسة عراقية في زمن الملكية، شوفوا النظام والترتيب وشوفوا الاهتمام ذيك المدارس، وعلى ضوءها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي كان العراق أكثر بلد بحمل الشهادات عليا وحمل الشهادات دكتوراه ولقب بجمجمة العرب. أما اليوم التعليم خرج من تصنيف اليونسكو بعد ما وصل إلى مصاف الدول الإسكندنافية مع الأسف. أبو علي من واسط، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسل، مساء الخير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي ذكرتهم أستاذ أسل أنت، اللي إذا كان أكو تعليم جيد يخرج اللي ذكرتهم، نعم، راح يخرج إنسان مثقف. نعم. الإنسان المثقف هذا راح يفكر ويحاكم الفاسدين. نعم. هذا الإنسان المثقف راح يبني بلد في وقت احنا اللي ماسك البلد اللي يهدم بلد. فلذلك مو من مصلحتهم انه يخرجوا نموذج من اللي ذكرته انت حضر. يعني ابو علي يعني تريد تقول لي انه ذولا جوي حتى يجهلون الشعب وما يبقون على اي فكر مثقف؟ بالضبط. لان المثقف من تقول لواحد زائد واحد يساوي ثلاثة يقول لك هذا خطا. نعم. ماكو قاعده تقول، بينما اذا قلت الجاهل واحد زائد واحد يساوي ثلاثة شلون؟ قال هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى، أنت لا تعترض على قدرة الله، راح يوافق ويقول نعم. تجهيل المجتمع هذا هدف من أهداف الأحزاب الموجودة الحاكمة حتى ما حد يعني. بس إذا يردون يبنون شلون يبنون؟ ترى سهل جدا. نعم. أحول وزارة التربية قطاع خاص مع شروط، بدل لا أنا كل سنة أنفق أموال على كرفانات وعلى وعلى على مدرسة مبنية من طين، واسم المدرسة مدرسة العراق الجديد. نعم. هذا هدف الأموال، هذه سرقة إذا هم يردون يبنون صحيح، لكن هم ما يردون يبنون. إحنا بالدستور اللي هم أساساً قروه ووافقوا عليه يقول مجانية التعليم. نعم. مجانية التعليم أنا مو بس ما أخذ فلوس، مجانية التعليم أوفر أساليب، أوفر وسائل حتى يصير أكو تعليم صحيح موجود في البلد. نعم. نعم. لكن هدف هذه الأحزاب هي تجهيل المجتمع، ودائماً إذا تريد تخدم مجتمع تهدم التعليم. بالضبط هو. نعم. هذا يعني اعتقد يعني مقولا لتشرشل انه بعد الحرب العالميه يعني بعد الحرب العالميه الثانيه. نعم. قال اثنين اريد احكم بيهم، القاضي والمعلم. بس القاضي يحكم بالعدل والمعلم يبني، انا هذا اللي اريده، اريد. نعم. جيل. فلذلك فاحنا يعني قلنا بحكومه تريد تجهل شعب تهدم بلد، وهذا موجود يعني حقيقي الان. ومو قصة انه يخلونهم يدخل للتعليم، شو اسمه، التعليم الخاص، لا ترى حتى التعليم الخاص يعني. نعم. مو هذاك التعليم بالمستوى الكبير حتى احنا يعني نفرح بالتعليم الخاص. نعم. فهو الهدف هو تجهيز المجتمع لا اكثر ولا اقل، وانا. نعم. اشكركم على هذا الموضوع، لان هذا يهم البلد بصوره كبيره جدا. اكيد لا شكر على واجب. شكرا لك ابو علي على هالمداخله. يعني ابو علي ذكرني في مقوله الى الزعيم الافريقي نيلسون مانديلا اللي قضى تقريبا نصف عمره في السجون وبعدها أصبح رئيس جنوب أفريقيا. موجودة مقولة إلى على بوابة جامعة جنوب أفريقيا الحكومية أنه إذا اهتممت بالتعليم فأنت اهتممت بالبلد أمنيا واقتصاديا ومجتمعيا، فبالتعليم تنشئ مستقبل البلد وبخراب التعليم تهدم مستقبل البلد. وفعليا هذا اللي يصير بالعراق. احنا لما كان العراق في خمسينيات القرن الماضي بأمية، واحتفل العراق بمحو الأمية، واحتفل العراق بمجانية التعليم، وبلشت العالم تفتخر بقضية مجانية التعليم. مجانية التعليم كانت بالعراق مو بس بالمدرسة وبالجامعة، حتى في الدراسات العليا مجانية التعليم كانت نظام يفتخر بالعراق، لأن ما موجودة بباقي دول العالم. خرجت أجيال وخرجت علماء، ومنهم علماء يعملون في جامعات مرموقة. مع الأسف لما أساتذة جامعة بغداد ينظرون إلى حال العراق اليوم ويتذكر أنه جامعة بغداد كان رقمها 7 عالميا، ويتذكر أنه
بعض الجامعات كانت تستقطب الأساتذة العراقيين حتى يناقشون شهادات ماجستير ودكتوراه في جامعات العالم. وأني أعرف شخصيتين واحدة شاركت في مناقشة دكتوراه في جامعة هارفارد والأخرى شاركت في مناقشة دكتوراه في جامعة السوربون، والشخصيتين علماء من العراق وأساتذة في جامعة بغداد. دول اثنين أنا قلت لكم أعرفهم معرفة شخصية. فمع الأسف لما نطلع إلى دول الجوار ونكتشف أنه أغلب الأساتذة الجامعيين هم عراقيين، ونسمع وزارات التعليم بدول الجوار تقول أنا ما أعترف بالشهادة العراقية، مع الأسف. والسبب مو إحنا ولا الشباب ولا العوائل ولا الأهل، السبب ذول اللي جوا يحكمون البلد، اللي هدموا مدرسة وجابوا بدالها مدرسة كرفانية، أو جابوا مدرسة صينية وقامت تنتل المدرسة وما حد يعرف شلون. ملفنا الثاني مشاهدينا من محافظة النجف، ونحكي هنا عن الروتين، عن البيروقراطية المملة، عن سوء الإدارة والتنظيم من قبل المؤسسات الحكومية. نركز هنا بحكينا على المصارف العراقية. لقينا مقاطع متداولة، واحد من عندهم اللي راح تشوفوه اللي هو يظهر سوء الإدارة والتنظيم للمنظومة المصرفية بالعراق. تخيلوا مواطن يوقف بسراوات طويلة جداً قدام أبواب المصارف الحكومية بساعات متأخرة من الليل بس حتى يلحق يسوي له معاملة. تعالوا نشوف. يعني في كل دول العالم المصارف تفتح من وقت تسكر بوقت، يعني معروفة ساعة 9 الصبح يبلش الدوام، ساعة 12 أكو استراحة غدا، ساعة 5 يخلص الدوام. فالمواطن يقعد الصبح يفكر شو وقت يروح للبنك حتى يجري المعاملة مالته ويطلع، وماكو مواطن يروح يقدم معاملة ويقولوا له تعال عقب باكر، لا بنفس اليوم يخلص. إلا بالعراق، بالعراق الفجرية لازم سرعة، ما تعرف بالعراق السراوات اللي تصير، سرعة على مصرف، سرعة على بنزين، سرعة على نفط، سرعة على ثلج، سرعة على رقي، سرعة على غاز، سرعة على خضروات، كل شيء، سرعة على حنطة، سرعة على شعير. اليوم المواطن العراقي قاضي حياته سرعة بسرعة بسرعة بسرعة. شو وقت المواطن العراقي يرتاح؟ ما حد يدري. المواطن اليوم يحتاج إلى قضية أنه لازم نلتفت إليها، هي أنه يشوف بعينه إعادة هيكلة لكل المؤسسات الحكومية. بالوقت اللي يشوف بها المواطن النظام المعمول به بدول الجوار والعالم يحزن لما نشوف الحال الموجود بالعراق، لأنه معاملات بعدها ورقية، بعدها مملة، بعدها طويلة، ما بها أي راحة للمواطن. هاي هم بالنجف لقينا مقطع يبين لكم حالة الفوضى عند مدخل أحد المصارف بمحافظة النجف والتدافع حتى بس يروجون معاملات، بمشهد يعكس لكم غياب الإدارة، غياب المتابعة، غياب المسؤولية يم الجهات الحكومية. تعالوا نشوف. آلية موضوعة في الساعة واحد يجي يسجل له قائمة وصراع وعارك بين القوائم. هاي الحالة بالعراق. أذكر
مشكلة العراق والسراوات ذكرتني بحلقة قدمها أحمد الشقيري عن اليابان، فيقول مباريات كرة قدم يحجزون التيكت مالته قبل 3 أيام وأربعة أيام ويروح يسوي مربع بشريط لاصق ويخلي بها بطل مي ويكتب اسمه ويروح، يجي ورا 3 أيام البطل مال مي مالته بمكانه. هو بوقتها سوى تجربة على هاي القضية. جماعتنا هنا لا والله خطيه، ينامون ينتظرون شو وقت السيستم يشتغل، شو وقت الموظف يشتغل، شو وقت العطلة تخلص. العراق اللي بيه أكبر عدد من العطل، اللي بيه أقل إنتاجية، اللي بيه موظفين وجودهم من عدمه واحد. شنو يعني موظف يطب المصرف من الصبح لليل هو واقف برا؟ لو يطب دائرة البطاقة الوطنية من الصبح لليل وما تكمل معاملته، لو بدائرة البطاقة الموحدة من الصبح لليل وما تكمل معاملته، لو يلزم سرعة حتى ياخذ حصة المسافر مال بنك، لو يلزم سرعة حتى ياخذ بنزين. شنو البلد التعبان هذا؟ ويجون يحكوا لك السياسيين بالديمقراطية، ويحكوا لك بالتطور، ويحكوا لك بالراحة والرخاء اللي دي يعيشها المواطن العراقي. أتمنى يحكوا لي شنو الراحة اللي هم دي يفكرون بها. نور علي، أتعس نظام مصرفي والنظام العراقي سواء كانت مصارف أهلية أو حكومية. أبو سجاد الكاظمي الأسدي، المشهد مزري، لا يوجد احترام الناس، تقف منذ الرابعة فجرا وخلال يوم كامل، المعاملات التي تنجز لا تتعدى أصابع اليد، وأمور كثيرة مقيتة أنا رأيتها بعيني حتى أقسمت ألا أروج معاملتي إلا حين إصلاح الوضع أو تكون مصيرها. علي صفا، للأسف تبقى سياقات عمل قديمة والروتين الذل المواطن. ذو الفقار حسن، مصرف تعبان وخدماته سيئة جدا. مثنى طوير أبو حارث، مهزلت العالم وين مهزلة العالم وين وصلت، ومصرف ما يعرف يسوي تطبيق لتقديم ويحدد لهم يوم للمراجعة صعبة عليهم. وحسين الزرفي، النظام المصرفي في العراق يرثى له من خلال الإدارات الفاشلة والمافيات الفاسدة التي تحكم البلد حكومة هزيلة. فكان هذا تعليق الناس على قضية مصارف العراق التعبانة. فعليا اليوم العراق تعبان في كل شيء، شوارعنا تعبانة، حياتنا تعبانة، مصارفنا تعبانة، الوقود بي تعبان، هو بلد نفطي وبي خيرات وميزانيات انفجارية. بما أنه احنا ذكرنا واحدة من الأساسيات اللي المفروض المواطن ما يفكر بها هي الكهرباء، ملفنا الثالث الكهرباء، اللي من المفترض أن الحكومة صرفت عليه أكثر من 80 مليار دولار. لا يجيني واحد يقول مو محمد الشيع، عمي كلهن 9 حكومات جت وراء الاحتلال، لكن المواطن ما دا يشوف اي خير ولا دا يحس اكو اي شيء يستحق. المشكله الاكبر ان الحكومه مستمره بتحصيل مبالغ الجبايه الخاصه بالكهرباء. خلونا نشوف مدينه الديوانيه من محافظه القادسيه، كارثه بكل معنى الكلمه. لما نشوف ناشط يصور لنا فضيحه من فضائح دوائر الكهرباء العراقيه، هاي دائره كهرباء قضاء عفك او عفج، ويسخر الناشط من الحلول التعبانة والواهية والزائفة اللي وجدتها الدائرة بمعالجة انقطاع التيار الكهربائي ومحاولة تسويف المطالب. واكو أي إنجاز يذكر. المفاجأة أنه أكو واير مال الكهرباء وأكو عمود ناقل وأكو واير هنا، هذا الواير إذا طخ بالعمود العمود يقوم ينتل، فهذا يؤذي المواطنين ويأثر على حياتهم. فعلبة زاهي أو علبة سائل جلي ما صحون أو مواعين هي الحل. تعالوا نشوف شلون. الآن من قضاء عفك صباح اليوم 31/7/2024، قضاء عفك المنكوبة، شوف دائرة كهرباء عفك مخلين دبة مال زاهي تعزل كيبل الكهرباء عن العمود حتى ما يكهرب الناس. وين الجباية؟ وين الضرائب الناس تدفعها؟ هاي دبة الزاهي، شوفوا يعني حياة الناس بقضاء عفك متعلقة بدبة الزاهي. إذا وقعت دبة الزاهي اللي يجيز هذا العمود يموت يتكهرب. قالوا لي يا جماعة الخير، تفاجأت اليوم الصبح بقضاء عفك مخلين دبة مال زاهي تعزل كيبل الكهرباء عن العمود حتى ما يكهرب الناس. زين هاي الناس تدفع ضرائب وجبايات مليارات، وين تروح؟ وين الخدمات؟ وين متابعة مدير كهرباء عفك؟ وين متابعة قائم مقام عفك؟ دبة الزاهي، الله أكبر، دبة الزاهي وصلت لدبة الزاهي، والله مصيبة قضاء عفك. هاي نتيجة الإهمال بقضاء عفك خلال
22 سنة ماكو رقابة، ماكو متابعة. أنا كواحد يعني كشاب من قضاء عفك أخذنا على عاتقنا رقابة شعبية نتابع مدينتنا، الله وكيلكم مجاني يعني الخدمة ولايتنا، الخدمة بلدنا، كفيلكم العباس كل شيء ما محصلين. أكو مسؤولين سقطون بينا ويقولون ذول مدفوعين، كفيلكم العباس مجاني، الله شاهد كل شيء ما نملك بالعراق، شبر ما أملك بالعراق، بس العلم هذا العراقي أملكه والجنسية العراقية. خادم لولاية قضاء عفك، ليش توصلت ولايتنا؟ ليش غير قلبه محروق على ولايتي؟ دب الزاهي الله أكبر. محافظة الديوانية منكوبة، قضاء عفك منكوبة، الديوانية منهوبة. هذا المقطع وصلوا للمحافظ، احنا من نجا المحافظ قلنا له كل الاحتياجات اللي تحتاجها دارة كهرباء عفك، معدات وآليات وكل هاي اللوازم. عم كارثة، هاي أسلاك ضغط عالي، شوفوا هاي واقعة، واقعة، شوف هاي كلها واقعة المنظومة، هاي واقعة، هاي واقعة يا ناس يا عالم، هاي واقعة، هاي الأعمدة لازم تتبدل. وهذا شوفوا لحل، هذا هاي دبة الزاهة وخروها لا توقع، يعني حياة الناس بقضاء عفك متعلقة بدبة الزاهي، إذا وقعت دبة الزاهي تموت الناس، اللي يدنى لهذا العمود يموت يتكهرب. قضاء عفك منكوبة، وين هالمتابعة يا معودين؟ متابعة القائم مقام وين؟ مدير كهرباء عفك وين؟ ليش تشي؟ دب الزاهي الله أكبر، دب الزاهي بالديوانية تعزل الكهرباء، تعزل كابل الكهرباء عن العمود، وها كلها واقعة المنظومة، شوفوها كلها واقعة، إذا وقعت لها على واحد من المواطنين تكتله. المواطنين يدفعون جباية، ليش يدفعون جباية؟ حتى مني يكملون ابطالة الزاهي يشتروها دائرة الكهرباء للنواب للمدراء، يودوها للبيوت مالتهم، يغسلون مواعينهم بها، من تخلص يجيبوها يعزلون بها. أنا بس أرد أسأل سؤال، بطل الزاهي الخدمة ولايتنا، الخدمة بلدنا، بطل الزاهي بمشكلة، هو بلاستيك والبلاستيك يموع والكهرباء حرارة ونار وشرار، زين هذا إذا ماع شو يصير؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، أنا ما أفتهم بالكهرباء، أنا ما لي علاقة بها، أشتغل بالإعلام حتى شهادتي مو بالكهرباء ولا بالهندسة نهائيا، بس أتذكر دا تشوفون ذني الصحون الفخارية ذني أو الزجاج، كانت أكو هيك يا الكبرة صغيرة سودة وبيضة، البيض أصور للضغط العالي والسود بالبيوت بالمناطق، تجي حديدة هنا وفوقها كبرغي ويخلون هاي ويعزلون الواير وانتهى الموضوع، وأبوك الله يرحمه ذني وين؟ راح يجي واحد، راح أذكركم زين، نص بيوت العراقيين ببغداد أكو اللي واقعة، اللي متلومة، اللي خربانة، اللي مباعت بالسوق، يسووها قاعدة مال شموع جوزية هيك بيها ثلاث فتحات، ذني مال كهرباء نفس لون هاي، ذني وين؟ دائرة الكهرباء من اشتغلت المهندس الفذ العبقري فتح الزمانة لما صعد فوق وخلى بطل مال زاهي، ايش قال لنفسه؟ زين هذا الفن الفوق او العامل اللي فوق خلايج، اكو مهندس جوا المفروض ويا لجنه الصيانه من باوع على بطل الزايج، قال له عاش ايدك بارك الله بك، راح اشد لك مكافاه 10 بطالة زاهي تفرغهن وتجيب لنا الفارغ وتجي نحتاجهن بغير مكان. اما محافظه المثنى لقينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تظاهره واحتجاج شعبي على تردي تجهيز الطاقه الكهربائيه الوطنيه بناحيه الكرامه. أريد أشوفكم الناس شلون بالناحية تفكيرها كبير، تفكيرها حلو، يعني هم يريدون يحافظون على الممتلكات العامة، يطالبون الشباب بالهدوء، بس المشكلة أن الحكومات خربت الممتلكات العامة، لأنه محطات توليد الطاقة الكهربائية هي ممتلكات عامة واليوم خربانة. منو خرب هذني؟ قابل ذولة؟ تعالوا نسمع ذولة إيش قالوا. تفوض أربعة وقال ما يخالف وطلعنا تظاهرة وماكو، وطلعنا باب الكهرباء وماكو، ماكو شيء، ماكو حد. أنا وصلت الطريق مسدود وياه، أنا باكر أنا دائرة كهرباء السماوة وطالب بس بإقالة مازن. مازن شوف مازن معاقب الكرام، وجايب لك هاي رسالة، هسه هاي رسالة كبدائية، ما موضوعها منحط ومتراجع حيل
بقضية الكهرباء، وأكثر من مرة حكيت وياه والله العظيم، لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة في هذا الموضوع، ولا ونشرت أكثر من مرة، وذولا كلهم موجودين هسه يدرون بهذا الموضوع، وكلهم نشروا، كلهم سولفوا وحكوا بهذا الموضوع. أحيانا قاعد بمكتبه وأنا مرة مرتين قعدنا وياه حكينا وياه، وذولا كلهم وصلوا. مو أول مرة يعني، مو أول مرة. صحيح. قاعدين وياه، قاعدين كلهم هاي المرة. أنا شوف، أنا رسالتي بس ما رخصتكم يا ولدي، أنا رسالتي اليوم وهاي الوادي ما طالعة اليوم تسفكها. ولا جاي اليوم الوادم اليوم زعاطوتها خاف ما تدري، قسما بالله وهسه حتى دول المنتسبين وياي، قسما بالله زعاطوتها تهفيها تهف، واللي حاطه واللي حاطه ما في كهرباء وبيتي ما في كهرباء. العراق بالحصار ما وصل لهذا الحال. اتذكر لما كنت انا صف سادس اعدادي، واحد من زملائي بالمدرسه كان عنده جدول مال كل قرايبه، فالصبح ببيتهم عندهم كهرباء، والعصريه يروح البيت عمه، والمغربيه يروح لغير بيت ويبات هناك حتى يظل يدرس على الكهرباء وما يتعب، لانه ضوء الشمعه كان يتعب عيونه. اتذكر هاي الحاله. بالحصار كانت الكهرباء بها جدول، وكنا كنا نعرف من تنقطع بفلان منطقه بيت فلان قرايبنا عمنا خالنا خالتنا عمتنا بفلان مكان اساعدهم كهرباء. حتى من يردون يجون خطار نعطيهم الجدول بفلان ساعه راح تنقطع الكهرباء. ما تغيرت، وما كانت أيام ساعتين باليوم، ما أدري أربع ساعات باليوم من 24 ساعة، أما هم أيام ما عندهم كهرباء. زين إحنا مو بزمن ديمقراطية، مو الحصار انشال، مو رفع العراق من بند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مو أكو ميزانيات انفجارية، مو أكو حكومات قال جوي وقالوا إحنا راح نسوي العراق جنة، مو إجا واحد تاليهم محمد الشياع السوداني قال الله لا يوفقني على الخدمات، وينكم؟ مو قال إحنا حكومة خدمات. والحلو أنه عام 2024 لما احتفلوا العالم برأس السنة الميلادية، بغداد كان محمد الشياع السوداني الاحتفالية مالته خدمات مكتوبة بالسماء، بنشوفهم ما شاء الله. فيصل سلمان البركي يقول والله الوضع ما يحتمل، ما معقول احنا بالقرن الثاني والعشرين والكهرباء بعدها ساعة وساعتها، والفشل تتحمله دائرة كهرباء المثنى وشركة توزيع كهرباء الجنوب. أبو غيث كريم الحساني، الله وكيلك، عندنا محولة صار لها سنة ونص مذبوبة بالباب، والكهرباء تقرأ بالجهاز 140، خلف الله على رافع القدرة. فالح المعالي، المحولات ضاميها للانتخابات، وتطلع كل محولة تطلع ياخذ وياها السيلفي المسؤول، وتصير منجز عظيم من منجزاته. أبو بنين الزيادي، حي الزهور السماوة كذلك كملة وربط الخط العالي زائد الواطي قبل شهر، والمحولة اختفت والصيف خلص، للعلم البيوت ما بيها كهرباء أساسا من سنين. سالم الكعبي، ملينا بس من المناشدات، ماكو حل، حتى المسؤولين بعد ما حد يجاوب على موبايله. نعيم الغريري، صار يومين بدون كهرباء، وكل يوم الراجع يقولون باكر، ويومية على هاي المصيبة وعلى هالرنة طحينك ناعم فعليا. يعني احنا لما نحكي عن 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 أساسيات وعن أشياء المفروض الشعب العراقي ما يفكر بيها، من أساسيات الحكم أنك توفر مي وغذاء وكهرباء وأمان ورواتب، ذني أساسيات. المفروض إحنا الشعب العراقي اليوم يفكر بالرفاهية، المفروض اليوم الشعب العراقي يفكر شلون يرتاح، المفروض اليوم الشعب العراقي خصوصا هم اللي يقولون أن الشعب العراقي ويطلعون على التلفزيون ينظرون تعب من الحروب وتعب من الحصار وتعب من المشاكل، لازم الشعب يرتاح. مفروض اليوم المواطن العراقي يفكر انه شلون يتمتع وشلون يتونس وشلون ولده يعيشون بحياة افضل من اللي كان هو عايشها. اليوم المواطن العراقي يقول اتمنى ارجع للحصار حتى ولدي يشوفون النعمة اللي كنت انا عايش بيها، لانه احنا بنقمة، كهرباء ماكو، مي ماكو، حياة ماكو، زراعة ماكو، صناعة ماكو، امان ماكو، فلوس ماكو، رواتب، كل شيء ماكو، شنو اللي بقى بالبلد؟ فساد السياسيين وصل إلى المشاريع الخدمية، وتعتبر مشكلة المشاريع الخدمية المتلكئة أو المهملة هي واحدة من قضايا هدر المال العام أو قضايا الفساد اللي تنخر البلد وتخربه. المواطن اليوم دا يشوف هالشي ودا يحكي ودا يطالب، لكن ما حد يجاوب أو دا يفكر. صحب هاي القضية المهمة، لأنه لو عندنا مشاريع مكتملة وفق ضوابط معينة، وفق آليات صحيحة، وفق مدد زمنية صحيحة، كان العراق استفاد من هاي المشاريع وبلش بمشاريع ثانية. تعالوا أقول لكم أنا عن شنو جاي أحكي.
نروح المحافظة الدقار، لقينا ناشط تسلط الضوء على سوء تنفيذ المشاريع في المحافظة ويطالب بصيانة حوض مياه نافورة بمحافظة الدقار، اللي محافظة يسموه محمد نافورة. هاي نافورة بأحدى حدائق العامة، يقول ما نصها انه جمالية الحديقة بالخضار والنظافة والمي مال النافورة، فليش هيك تاركيها؟ تعالوا نسمع. يقول انا ما اقدر، هذا الشغل اكبر من عندي، اكو ناس اللي تقدر. هذا الحوض صار له اشهر، هي جمالية وروح الحديقة الماي والنافورات، ادري مفرغينها وعايفينها بهذا الحال، وواحد يذبها براس الثاني، وهذا كشف ونظفنا وسوينا. قولوا ما نقدر، قولوا يا بابا آية ما نقدر نسرمك الحوض. شو روح جدي، روح المتبرعات بالسوق وتعال سوي هذا الحوض. شنو حديقة تخبل وبيها جمالية والناس مرتاحة بيها، مفرغين الحوض صار لكم أشهر ومتروس طابوك، رجع الماي عمي، رجع الماي الوسخ وشغل النافورات، ما يصير. شوف فارغ فارغ الماي، فارغ ماكو لا ماي ولا هاي صبخة، يعني لو أجيها أنا أزورها هم ما فارغين، لو أجي أزورها وأنطم ملاحظات وأطلب إنارة وكذا لو ماكو تنهمل ليش؟ سير مدير البلدية أستاذ عماد، هاي القضية يمك أبو الحدائق، إذا هذا الموضوع وهذا الشغل ما الحدائق أكبر من عندك خلي غيرك. هاي بمحافظة الدقار. أما في محافظة المثنى، أحد المواطنين من على جسر العطشان يقول أحد عواميد بجسر آيلة للسقوط اعوجاجه، بسبب اعوجاجه، ويقول دائرة البلدية أكثر من شهر وهي تشوف هذا العمود وما دائرة لبال، يعني إلا يوقع على سيارة لو على مواطن يلا يشيلوه. يحذر أنه إذا وقع العمود راح يسبب كارثة لأنه يهدد حياة المواطنين. تعالوا نشوف. يوم إحنا لجسر العطشان، جسر العطشان من قبل على نابلس، فهذا شو اسمه العمود، هذا العمود صار له أكثر من شهر، يعني عجيب. وين بلدية يعني عمود صار له أكثر من شهر واقع على هاي وقعته، يعني هسه شوف القاعدة مالته، يعني أقل شيء هو عالي شيء يجي لهنا، يجي هنا يطق له دراجة، يطق له سيارة، يسوي له قدر، يسوي له حادث. عم لا تبدلونه، أدري بيكم أنتم مو قد هتبدلونه كمسؤولين أو كجهة معينة، مو قد هتبدلونه، فشغلة التبديل تطول، بس شيلوه براغي، هنا براغي وشيلوه. أنا لو مو خاف يقولون هذا باقي وروح أتحاسب وانسجن، أنزل ليه وفتحه وشيله، يعني عجيب والله. صار له أكثر من شهر، ما أعرف إيش قد بالضبط، بس صار له أكثر من شهر. إيش هالأهمال صدق، وعمود راح يوقع وإذا نزل هو يشيله، يقول لك هو اللي باقي وما يقدر يمد إيده عليه، لأنه يصير عليه هو ده يخرب المال العام بس بشكل هذا، ويوقع على ناس عادي. هاي بالنجف من على جسر الكوفة، هذا الجسر اللي يعتبر شريان رئيسي لمدينة الكوفة. الأعمال على الجسر متلكئة، صبات مشمرة هنا وهناك، مولدات مشمرة هنا وهناك، أدوات مشمرة، حواجز متروكة، فواصل فارغة، فواصل ما بيها السكة حديد مالتها، هذا كله جاي يصير والناس دا تقول لهم وقفتوا حياتنا فضوها، وماكو واحد يفكر بيهم، والجسر مقطوع إلى هسة ولحد هاي اللحظة. واليوم أكو مطالبات جديدة لمتابعة أعمال الصيانة بجسر الكوفة وإنهاء التلكؤ بعمليات التنفيذ من قبل الجهة المنفذة. تعالوا نشوف. Thank you.
شلون جسور عندنا تخبل، شلون تنفيذ مشاريع عندنا همنا يخبلن. ناس لما شافت علقت على هذا الموضوع. سيد كاظم الزاملي يقول شكو مشروع بالشطرة مجرد يفتتح وبعد ينسونه لما ينتهي ويدمر ويسوون كشف جديد حتى بيصرف جديد حتى يستفادون. فراس الأعرجي محجرات وأعمدة من مناشئ رديئة، شوفوا أعمدة الطريق السريع والمحجر الفاصل بين السايدين معوجات بشي بسيط، إلى متى سرقات وفساد؟ خلولكم بصمة تذكركم الناس بيها من تطلعون من الوظيفة، وتترحم الناس على والديكم، وتذكركم الناس بطيب بكل وقت كافي شغل غلط وغش. محمد جاسم من جماعة الجهة الرقابية يومية تفوت عليه ما تشوفه لو التضليل عام عيونهم. أبو علي السماوي هو ألمن العمود غير للإنارة، هو أساسا بدون إنارة من فتحوا الجسر. وساجد سعد حكومة المحلية ماكو لا متابعة ولا رقابة. ومرتضى آل علي لا إنارة لا تنظيف لا اهتمام، مجرد سووا هذا الجسر عبارة عن دفعة بلة وداروا وجوههم. فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. العراق اليوم هو واحد من أكثر بلدان العالم تنفيذا لأحكام الإعدام الجائرة بحق الأبرياء. هواية من المحكومين اليوم حكموا وفق محاكمات غير عادلة ما تتوافر بها الشروط الحقيقية للمحاكمة. نخذت منهم اعترافات تحت وطأة التعذيب، عذبوهم ووقعوا على أوراق بيضة وذولا كتبوها بكيفهم. وكانت هاي الاعترافات اللي أخذ بها القاضي رغم معرفة القضاء بها هي السبب باتخاذ هاي الأحكام بحقهم أغلبهم، إذا ما كان جلهم اعتقل وفق شروط غير صحيحة، إما بوشاية مخبر سري أو بتهمة كيدية بعيدة عن قضية المادة 4 إرهاب المسمى اليوم 4 سنة لكونها فعلت ضدهم فقط، ومع وجود المطالب الأممية والدولية لإيقاف تنفيذ أحكام الإعدام لكن بعدها مستمرة، وآخرها الوجبة الجديدة اللي انعدمت قبل أيام. وللحديث عن هذا الأمر خلونا نتابع سوية الإنفوغرافيك اللي أعد لنا قسم التواصل الاجتماعي بعنوان إعدامات بالجملة للمعتقلين في العراق استنادا إلى دوافع طائفية ومحاكمات صورية. تعالوا نشوف. شكرا لقسم التواصل الاجتماعي على هذا الانفوغرافيك. تنفيذ احكام الاعدام بحق اناس اخذت منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب صدقوني تعتبر جريمه حرب، جريمه حرب بحق الانسانيه وجريمه بحق الانسانيه، لانه انت دتساهم في القضاء على الكثير من الناس. انت فعليا دتسوي شيء ما معقول لا 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 عقل البشر ولا بعقل غير البشر. لما تتعامل ويا مواطن انت تقول انا عراقي هو عراقي،
وتجي تأذيه وتعذبه وتكهربه وتسوي ما تسوي من أساليب التعذيب البشعة اللي اتخذتها حكومات ما بعد الاحتلال حتى يوقع على ورقة بيضة، ويجي الضابط بكيفه يملي الورقة وراها تحكمه بإعدام وتعدمه. أنت ما عدمت شخص، أنت عدمت شخص وأسرة وعائلة وقضيت عليهم بالكامل. لأنه لما الأب يعرف ابنه ما مسوي شيء ويندم على شيء هو ما مسويه، شنو مشاعر الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو الزوجة أو الأبناء؟ شنو مشاعرهم راح تكون اتجاه هكذا أناس؟ هاي رقم واحد. رقم اثنين، من المفترض أنه المواطن العراقي هو الأساس في هذا البلد، حتى عدهم من المفترض هو الأساس، لأنه ما ينوجد هو في قبة البرلمان أو في الحكم إلا بصوت المواطن العراقي. لكن احنا نعرف أن هم جوا بالتزوير وجوا بشيء غلط وشيء مو صحيح. بس مشكلة العراق اليوم أنه أكو أناس جوا على هذا البلد لأجل شيء واحد فقط، المنفعة الشخصية والمادية. أما المواطن فهو خارج الحسابات نهائياً. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الأحد. في أمان الله.